شوف سماسيرا هذه الخدمة تاعهم، حتى أنه هنالك يعني قاعة عرض خاصة بإعادة بيع السيارات. إحنا السمسار لو كان لقاو يخدم في الباطيمات، لو كان لقاو يخدم في شو، ولكن هذاك هو القدر المقدار تاعو أنه يشري ويبيع. وكانت هذه السمسارة ماهيش والدة اليوم، السمسارة هذه من بكري، ولكن كانت حلوة، كان سمسار حلو يشريها يزوقها شوية يجيبها لك يدي مليون معاك زوج ملايين فايدة. يعني لا يمكن القضاء على السمسارة في حد ذاتها، ولكن الحديث الآن عن سمسارة بخمسين ستين مليون خلك هذا مش معقول. إنسان يشري ويبيع يلقى فرص، دراهم موجودين، واحد محتاج عطالو يعاود يربح فيها بعض كما يقول لك بعض دراهم، أمر يعني ما لا يمكننا التصدي له. ولكن لما يصبح فيها الخداع، يصبح فيها التدليس، يصبح فيها الضرر بالمستهلك، لأني أنا كي نشري عليك وانت سمسار في العشريات السابقة على بالي بلي راك مدي مليون زوج في أقصى تقدير، ولكن اليوم خويا راك ضرب 100 مليون، ماهوش معقول. يعني انت وليت عبء عليا، ما وليتش طرف مساعد ليا، لأنه مهما كان السمسار تلقى خبير نوعا ما في السيارات، أو ساقها سماتي ثلاثة يقدر يقول لك واش فيها واش ما يكونش فيها. ولكن الآن لما انت أصبحت عبء عليا، تجيبها جديدة تحطها تدي 100 مليون، السيارات سوق السيارات القديمة رفعتوه يعني إلى السقف، أصبحت أنت عبء على الاقتصاد، عبء على المواطن. إحنا لابد أن تعود الأمور إلى نصابها من خلال ضبط سوق السيارات القديمة.